مؤخرا انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن رفع اسعار تذاكر المترو نظرا للتطورات التي تشهدها وسائل النقل هذه الفتره، فقام وزير النقل بتوضيح الحقيقه والرد على تلك الاخبار، كما اوضح ايضا عده معلومات مهمه تخص الاتوبيس الترددي الجديد وموعد انطلاقه وسعر تذكرته، وايضا كشف عن بعض المشروعات الجديده. وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضراتكم أبرز تصريحات وزير النقل. في الفترة الأخيرة تسعى الحكومة جاهدة لإحداث طفرة لوسائل النقل في جميع المحافظات، ومع هذا التطوير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع أسعار تذاكر وسائل النقل. وبدوره قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتوضيح حقيقة هذه الأخبار، وقال إن أسعار وسائل النقل لن تعرف أي زيادة خلال الفترة المقبلة، ونفى أيضا كل الشائعات التي انتشرت بشأن هذه الزيادة. أما فيما يخص مشروع الأتوبيس الترددي على الدائري الذي ينتظر المصريون في الفترة المقبلة والذي سيوفر وسيلة مواصلات آمنة وسريعة للمواطنين، فكشف وزير النقل عن أن عملية إنجاز محطات الأتوبيس الترددي على الدائري جارية. أيضا عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، فأعلن الوزير أنها لم تحدد حتى الآن، ولكن طمأن المواطنين بأن سعر التذكرة سيكون مناسب للركاب، وأشار أيضا إلى أن طول القطار الكهربائي يبلغ 100 كيلومتر ويصل إلى العاصمة الإدارية، كما يربط المدينة الرياضية العالمية. أيضا نوه إلى أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين على الإقامة في مدن الشروق وبدر والعاشر، ولفت أيضا الوزير إلى أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب جميع المواطنين، وأنه جاري العمل على تعزيز دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب، فالحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام، ومصر ستدخل عصر الأتوبيسات الكهربائية الذكية بقوة من خلال تنفيذ منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT والذي يعمل لأول مرة فيها، وسوف يتم تشغيله على الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر فضلا عن تشغيل الأتوبيسات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة إنه الأتوبيس الترددي سيعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة أيضا، ووزارة النقل تعاقدت من خلال شركة سوبر جيت ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي على تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلي للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بقيمة 800 مليون جنيه. أيضا من المقرر أن يتم تشغيل وإتاحة الأتوبيس الترددي الجديد على الطريق الدائري أمام جمهور الركاب خلال العام الجاري بعد تطوير الطريق، حيث يتم تنفيذ 49 محطة مرتبطة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري. ففي المرحلة الأولى سيتم تشغيل 100 أتوبيس BRT على الطريق الدائري، والأتوبيس سوف يتسع ل 70 راكب وسيكون مكيف الهواء ويحتوي على واي فاي ويو اس بي وشاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا للأطفال. أيضا مشروع البي ار تي يعد أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، القطار السريع والال ار تي المونوريل المترو، وأيضا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقرات عملهم. حقيقة إنه أيضا الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يستهدف القضاء على المواقف العشوائية، وأيضا هي واقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى وأيضا العكس. وكشف من جانبه المهندس سيد متولي وهو رئيس قطاع النقل البري عن تفاصيل تذاكر الأتوبيس الترددي، وقال إن سعر تذكرته سيكون قريب من سعر الميكروباص، ولكنه
لم يحسم بعد، وأوضح أيضا أنه لن يكون هناك سعر ثابت، بل سيكون هناك نوعان من التذاكر لشراء الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة والثانية التذكرة المرنة، وستكون مرتبطة بعدد المحطات لأن التكلفة ستكون بالكيلو. حقيقة إنه أيضا هذه الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمنظومة النقل تأتي في إطار حرصها على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة إليه، وتقديم جميع الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، ونظرا لكون عمليات الانتقال من مكان لآخر تعد من الخدمات المهمة للمواطنين. أيضا كشف وزير النقل عن إنشاء ممر لوجستي بين مينائي العريش وطبا لربط البحر المتوسط وأيضا خليج العقبة على البحر الأحمر، وأيضا إنشاء أضخم ميناء محوري على البحر المتوسط، وأوضح أن هدف المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في سيناء هو خدمة المواطنين وتنمية سيناء، ولفت أيضا إلى أنه سيتم تنفيذ مناطق صناعية وربط مطار العريش بها، كما أنه أيضا سيتم تنفيذ خط سكة حديد يمر من الفردان على شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وطابة، وسيتم أيضا إنشاء مناطق زراعية على جانبي طريق الفردان وبئر العبد. كشف أيضا عن أنه سيجرى إنشاء ميناء لتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوروبا، وأكد أن العائد من ميناء العريش بدأ منذ بداية العمل فيه، كما أوضح أيضا أنه جرى الاتفاق مع وزير النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية ليكون خط سكة حديد طابة العريش لخدمة التجارة العربية. أيضا أشار كامل الوزير إلى أنه لا يوجد تنمية في أي دولة حول العالم دون البداية بالبنية الأساسية من كهرباء واتصالات ومرافق وغيرها، ونوه أنه جرى إنشاء 7000 كيلو متر طرق جديدة خلال 9 سنوات ويجري إنهاء آخر 1200 كيلو متر منها، فضلا عن رفع كفاءة 10000 كيلو متر، كما جرى توفير كل الخدمات على المحاور والطرق الجديدة لخدمة المسافرين بعد المطالبة من قبل المواطنين بتوفيرها. وأكد أيضا أن مصر تتمدد في الاتجاه الغربي لخدمة المشروعات القومية الجديدة، كما لفت إلى أن الدلتا الجديدة مشروع واعد لزيادة الرقعة الزراعية لمواكبة زيادة السكان. وفي النهاية أكد كامل الوزير أن إنشاء الطرق أو أي مشروعات جديدة يكون وفق دراسات تعهدها وزارات متخصصة ومراكز أبحاث دقيقة، ومن ثم تكون الموافقة الأخيرة من رئيس الجمهورية. أما فيما يتعلق بتجارة الترانزيت، فأشار إلى أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذ مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.